كلمي معايا. خلينا نتكلم بصوت عالي، مش هينفع ابقى لوحدي بفكر مع نفسي كده. مش عايز احس ان انا بفكر في ناحيه وانت بتفكري في ناحيه ومش عارفين نحل. احنا في مركب واحده يا هدى. ما هو في ايه؟ ده جنان بصراحه. انا مش بكلم نفسي وليد. بص العيشة، العيشة مع أهلك بجد صعبة. مامتك مش بتحترم خصوصيتي خالص، كل الناس بتدخل عليا أوضتي عادي، مفيش أي مساحة. اللحظة الوحيدة اللي هما بيحترموا فيها مساحتي وأنا داخلة أنام. أنا بدخل أنام عشان أبقى لوحدي. بيت دوشة، زحمة، معرفش أقعد لوحدي. وبرضه حاسه ان انا لوحدي. انت مش موجود. انا بجد عايزه يبقى لنا بيت لوحدنا، عايزه نبقى مبسوطين. فانا لا، مش مجنونه، دي مش عيشه محدش يرضى يعيشها على فكره.